فإن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن كما قال وهب بن منبه رحمه الله: ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. منبها بذلك رحمه الله إلى أن لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا جاء بشروطها وحقوقها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قيل له: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، من أدى شرطها وحقها وفرضها دخل الجنة. فانتبه لهذا، أكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وكن من المخلصين الدين لله. ألست دبر كل صلاة تقول كما يؤثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه الكلمات التي تقولها دبر كل صلاة هي في باب تنمية التوحيد وتحقيقه وتجديده وبيان حقيقته ومعناه، وأن لا إله إلا الله معناها أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، فهي إنما تكون نافعة لقائلها إذا كان بهذا الوصف.